مثل ما تكلم زميلنا ناصر شبان في حديثه مع حكم المباراة، ما دام الكرة ما يأثر عليها المباراة مستمرة. عموما الركلة الترجيحية الأولى الآن، فريد يلعب اتجاه المرمى ينجح فريد الحربي في ركلة ترجيحية. الأولى في التسجيل، شوف الكرة كيف سريعة مرمى، والمسدد يخدم الموجة الغبار. من أصعب ركلات الترجيح الآن على حراس المرمى. الأولى للحسن تم تسجيلها، خمس ركلات، إذا تعادل نلعب بركلة بركلة إلى والله نأخذ منك إلى الحسم. ركلة الترجيحية الأولى للباطن في التنفيذ، مشعل خرف يلعب ويتصدى، واسمع الجمهور واسمع الجمهور، ينجح متعب عسيري في صد كرة أوعى سلطان غنيمان، عفوا سلطان غنيمان. هذه الكرة حاول بنفس الزاوية سلطان غنيمان، ينجح متعب عسيري في التصدي. ركلة ترجيحية الثانية للحزم، سجل الحزم، أضاع الباطن. الركلة الثانية للحزم مع سبعة اللي هو مؤيد الطليحي. مؤيد ويسجله، يسجل مؤيد مع الجمهور، مع تفاعل جمهور الرص جمهور الحزم، يسجلون ركلتين الحزم الآن. حزم الصمود حتى الآن صامت في المباراة. ركلة الترجيحية الثانية للباطن، هذا هو اللاعب مؤيد راجح طليحي. الركلة الثانية للباطن مع مازن أحمد أو موسى حقوي، ثمانية موسى حقوي. الثانية للباطن موسى حقوي يلعب وفي المرمى، سجل موسى حقوي. الركلة الثانية للباطن، كل الكرات نفذت بهذه الزاوية، ثنتين سجلت أو ثلاثة سجلت واحدة ضاعت. الآن تأتي محمد خنفير لاعب التونسي مواليد المملكة في تنفيذ هذه الكرة. محمد خنفير الثالثة للحسم، الثالثة للحزم. الثالثة للحزم الآن. محمد خنفير قلب الدفاع يلعب الكرة وتتسجل، مع أن الحارس لمسها لكن الكرة كانت قوية. الثالثة تتسجل للحزم، الثالثة تتسجل للحزم. متفوق الفريق الحزماوي، سجل ثلاث من ثلاث، والباطن من ثنتين سجل واحدة، والآن راح يلعب الثالثة. الدخيل خالد، الدخيل خالد، الدخيل في هذه الكرة الثالثة للباطن. الدخيل وضيع، لكن حكم مباراتي راح يعيد التنفيذ، تقدم الحارس اكيد. ايوه هذه تقدم قبل التنفيذ وبالتالي اتت الاعاده. مره ثانيه الثالثه للباطن، الدخيل، الدخيل سجل 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 الباطن. ثلاث ركلات للباطن سجلوا اثنين، ثلاث ركلات للحزم تسجلت كلها ثلاثة، يعني ثلاثة اثنين، ثلاثة اثنين للحزم.
وباقي لكل فريق ركلتين. الآن الجولة الرابعة من الركلات. بس لا تكرم مشكلة خليها في الجولة ضيع وقتها لاعب كثير. شوف تسمعون كلام العسيري مع الحكم. الركلة الترجيحية الرابعة للحزم الآن. هذا حل المدرب حاتم بوليلة وشبيلي. شبيلي الرابع للحزم. شبيلي سجل. سجل شبيلي. أربعة شات الحزم وأربعة سجلوه. أربعة. الركلة الرابعة للباطن الآن. الرابعة للباطن. حازم سجلوا كل ركلاتهم. شوف المدرب حاتم بوليلة وفهد عياد راح يشوت الرابعة للباطن. شوف كلها في الأخضر كلها تسجلت الحزم. الآن الرابعة. الآن الرابعة فهد عياد. الله 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 الله. فهد عياد سجل واحدة جميلة. الآن راح ندخل في أشياء حاسمة. الآن الحزم يسجل. انتهت انتهى الحزم. الآن الحزم يسجل يتأهل. والكرة مع حمد المنصور. حمد المنصور يسجل الحزم يتأهل. يسجل الحزم يتأهل. حمد المنصور ألف مبروك للحزم. ألف مبروك لحزم الصمود. ولقطة جميلة بين الرئيسين والتهنئة وفرحة اللاعبين. إذن ألف مبروك للفريق الحزماوي. جهد كبير في هذه المباراة. قدم المباراة بدت بالرابعة عصرا وجهد كبير وموجود غبار. والآن الحزم سجل كل كراته الخمس في المباراة. حمد